انا عندي ام اس في المخ، مرض مناعي مزمن تعالج منه مدى الحياة. عايزة اوريكو علبة الريبيف اللي انا بجيبها. بصي سعر علبة الحقن كام عشان تتكلمي عن صحتي وتحسديها بشكل افضل. الحقن اهي، اي لسه موريها لكم دلوقتي. الحقن بتتاخد يوم ويوم تحت الجلد. بصوا اهي. بصي سعر علبة الحقن كام عشان تتكلمي عن صحتي وتحسديها بشكل افضل. اهي سعر العلبة 8606 جنيه. دلوقتي انا حطيت ميه وحطيت شويه زيت وحبه ملح.